السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبيب قلبي عامل ايه؟ النهارده هنعمل ان شاء الله باذن الله جاتو شاتو ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة باذن الله مع المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايتين دقيق منخول يا جماعة، وعليهم كيس بيكنج باودر وزارة ملح، ده كله منخول يا جماعة، تمام؟ عشان ما تدخل منخوله يا جماعة، عشان يدخل لي هوا في الايه؟ في العجينة بتاعتي كده تبقى هشة وحلوة. معايا هنا يا جماعة كوباية الا ربع لبن، كوبايه الا ربع زيت نباتي كوشيلي ريحه، طلب بيضات لان ممكن تعملي بيضتين بس انا البيض اللي عندي صغير فاستخدمت ثلاثه، تمام. معايا هنا اربع كاكاو، اربع معالق كاكاو اسباني، وهنا كيس فانيليا، وهنا يا جماعه ايه كوبايه الا ربع سكر، طبعا السكر حسب رغبه حضراتكم. وهنا ايه معايا يا جماعه كوب كريم شانتيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل يا جماعه بالايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالبيض، بسم الله الرحمن الرحيم، فانيليا، كوبايه السكر اللي هي كوبايه الا ربع سكر. هخلط بقى المكونات دي كلها في اتجاه واحد واشوف هنعمل مع بعض الخليط. بصوا ما شاء الله عمل زي الكريم شانتيه ازاي وفتح معايا ازاي. هنزل بقى يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، بالكوبايه الا ربع زيت اهو بضرب، وبعدين انزل اللبن واضرب برده ونشوف نعمل ايه مع بعض. هناك هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالكوبايه الا ربع لبن اهي، كوبايه اللبن خفقتها برده، وهنزل معلقه الخل نسيت اقول لكم في المقدمه، معلقه الخل بسم الله الرحمن الرحيم. ما اخرجش الهواء لازم اضرب في اتجاه واحد في اتجاه عقارب الساعه، تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هنخل برده الكاكاو بتاعي برده بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. كل المكونات ببعضها اهي، دي مع الكاكاو اهو مع البيكنج باودر، طبعا انا دخلته مره هنخله مره ثانيه اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو، عشان خاطر ايه دخل الكيكه بتاعتي برضه هوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بس مش هنزل بالكميه كلها مره واحده اهو. هوقف المضرب الكهربائي بتاعي، هنزل بقى بالايه المضرب اليدوي ده بسم الله الرحمن الرحيم تحت كده اهو لفوق بالراحه كده اهو، هنزل بالدي بتاعه مرتين، المره الثانيه اهي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك اهو بسم الله الرحمن الرحيم، مربعه اهي بسم الله الرحمن الرحيم، دهنتها سمنه وكاكاو، تمام. هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالخليط بتاعي. بصوا يا جماعه القوام ده هو اللي ايه المظبوط ان شاء الله. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو، اللهم بارك، شايفين يا بنات اهو نازل ايه، طبعا مولعه الفرن مسبقا على 180، تمام. هتقعد يا جماعه ايه ان شاء الله نص ساعه، هبص عليها بعد نص ساعه ما افتحش الا بعد نص ساعه ان شاء الله، ونشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. الرحمن الرحيم، هدخلها بقى في الفرن على درجه حراره 180 ان شاء الله، هفتح يا جماعه بعد نص ساعه اشوف الدنيا فيها ايه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كنت حاطاه على الرف الاوسط نسيت اقول لكم، يعني بصوا حطيت الخله كده بسم الله الرحمن الرحيم في نص المنتصف كده اهو، بصوا طالعه نظيفه ازاي ما شاء الله. بصوا بقى يا جماعه تبرد خالص، هخرمها بالخله دي كلها بقى واسيبها كوبايه لبن وتبرد، وهعمل لكم الكريم شانتيه ان شاء الله باذن الله مع بعضين ازاي بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الطريقه ازاي، شايفين يا جماعه، شايفين بسم الله ما شاء الله قوه الا بالله اهي. طبعا خرمتها طبعا يا جماعه بالخله، تمام. طبعا الكريم شانتيه طبعا ان شاء الله هتلاقوه موجود على القناه. بصوا يا جماعه القوام بتاعه بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا يا جماعه ما شاء الله ماسك ازاي. دي يا جماعه ايه خطوه اختياريه بس ان شاء الله تست حلوه قوي، يعني هنسقيها باللبن، ممكن اخد برده معلقه ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه هي من المعلقه اللي هي صوص الشوكولاته بتاعي، نسقيها باللبن عادي، وممكن برده راح ما تسقيهاش، بس دي خطوه جميله جدا تخلي الكيك معاك ايه طري وجميل قوي، تمام. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا يا حبايبي اهو هسقيها بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، احطها في الفريزر هي لمده ربع ساعه، هي لازم تكون ايه ساقعه جدا عشان ما تسحلش الايه الكريم شانتيه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بقى بالكريم شانتيه بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك اهو، هفرده بقى يا جماعه وهفرده بالسكرابر. بعد ما جلست بقى اللي هي الكريم الشانتيه اهي، نحطها برده في الفريزر، لو انتوا مش مستعجلين حطوها في الثلاجه عادي، بس حطها في الفريزر عشان ايه مستعجله، تمام. هجيب بقى يا جماعه الايه الصوص الشوكولاته اللي انا عاملاه ان شاء الله، نزلكم ان شاء الله قريب على القناه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه؟ هجيب الجناش بتاع الشوكولاته بتاعي شمال ويمين، وهنشوف المنظر النهائي مع بعضنا. بصوا يا بنات اهو انا حطيت الجناش الشوكولاته اهو، دي اخر طبق ان شاء الله باذن الله، واحطه برده في الفريزر برده ان شاء الله، وهنزوقه مع بعض ان شاء الله. بص يا بنات اهي طلعتها بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الجناش بيلمع ازاي زي المرايه ازاي. حبيبتي بقى
ممكن بقى طبعا لو انت مش هتحطيه في الفريزر حطيه في التلاجة بقيت تاني يوم هيبقى احلى واحلى. شفشه كده فيه ميه اهي بتغلي، ومعايا معلش الميه بقى جت على الجاتوه معلش بقى، فمعايا الطرنش اهو بتاعي حاطه في او السكين عندك في الميه بتغلي اهي، ومعايا المنديل كل ما اقطع يا جماعه امسح بسم الله الرحمن الرحيم اهو. قطعي بقى زي حسب ما انت حابه، قطع صغيره قطع كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي اهو بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا اسحب كده يا جماعه اهو شايفين تمام. بصوا يا حبايبي واعمل كده تمام اهو، حط كده بقى طبعا هو بالعرض كده، واروح جايبه كده ايه بالطول كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم اسحب يا جماعه كده شايفين، انا بسحب كده اهو شايفين يا جماعه اهو. طبعا حسب رغبه حضراتكم، انا عندي فارماسيل اهو ممكن تحطي مثلا مكسرات براحتكم طبعا، ديكوريشن حسب بير متاح عندكم تمام. بصوا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم صاحب قلبي بقى ده الشكل النهائي بقى اهو، الليله بقى لو بيتيه بصوا بصوا ما شاء الله الجنش بيلمع ازاي اهو. بصوا لو جرنشته بقى يا جماعه اهو ان شاء الله بطلع حته ان شاء الله نختبرها مع بعضينا. بصوا حبيب قلبي طبعا احنا بصوا ما شاء الله يعني زرناها ودوناها ما شاء الله جميله جدا. عملت كده ريزوتات كده يا جماعه اهو برضه اهو بالفارماسيل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم المنظر النهائي هنا، قطعت قسمت الحته على اثنين بسم الله ما شاء الله براحتكم برضه ما شاء الله يا جماعه. الكتل اللي بلا شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، الكتل اللي بلا شايفين ما شاء الله. حبيبه قلبي بقى لو الفيديو جميل تبع الجاتو شاتو عجبك شوف لك في شوف القناه تعملوا في المناسبات ان شاء الله في الله، وتفضلوا معانا وكل سنه وانتم طيبين، والسلام على لايك وشير بقى يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.